اسمع يا ولدي، انا بقول لك نصيحه وحطها حلقه في اذنك. اذني؟ اي نعم في اذنك. شنو نصيحتك لي يا يبا؟ نصيحتي لك يا ولدي، ابيك تزور عمامك، ابيك تزور عماتك وخوالك وخالاتك، ابي يعرفون يا ولدي ان عندي رجال. وانا رجال يا يبا؟ ابشر بسعادك، ببيض وجهك. من يقول لك يا يبا انا ما ازورهم؟ يكون في علمك كل 3 أيام وأنا رأى أوصلهم وأزورهم وأجيهم وأسلم على ذاه وذاه، ما حد حولي اللي بجواله واللي بلايستيشن، والله ما حد حولي يا يبا. أنا تعبت يا يبا وتبين أزورهم بعد؟ بارك الله فيك يا ولدي، وأدري أنك تعبت لكن تحمل، أنا بدي أرجع مجلس أبوي. وترى يا ولدي كثر الطق يفك الحام، ويلا رح لهم. ابشر ابشر يا يبا ابشر. هلا ود عمي. عمي موجود؟ اي عمد. عمي ابوك؟ عمد ماما موجود. اوينه؟ شاد كاني لا تتي لا تتي الباب، وإذا تبي تتأل جوال يلا تدري. يلا يلا لا بلاش تايدين بعد. لا ولا لا يا رجل، هذا اللي يبي يبو، هذا اللي يبي.